قد لا تجد شام مذيعة الأخبار مكانا لها في هذا الاستديو بعد الآن بسبب استخدام إدارة الإذاعة للذكاء الاصطناعي في صناعة نشرات الأخبار. بالصوت بدأنا وبالصورة أكملنا لكي تتضح عندكم الرؤية. تقنية جديدة بدأت هذه الإذاعة باستخدامها وتعتبر الأولى من نوعها على مستوى البلاد. استغربنا أنه نحن كنا نكتب التقرير أول، بعدين نسجله كفويز، بعدين نعمل له مونتاج، وبعدين نبثه على الهواء مباشرة. هون صار الموضوع مختصر، خلال 3 دقائق ممكن يكون في عنا تقرير جاهز بصوت صبي أو مثلا شاب. توجهنا إلى صاحب سيارة أجرة واستمع لنشرة الأخبار معنا من الذكاء الاصطناعي، ولم يفرق بين الصوت الحقيقي والمصطنع، ولم يتفاجأ بالأمر فقط، إنما بدأ يقول أنه قد يصل إلى سيارات الأجرة أيضا ويستخدم الذكاء بقيادتها، ويفقد هو الآخر عمله في المستقبل. هذا مستقبلا يأخذ مهنتي كسائق سيارة ذكاء اصطناعي، يعني إذا وصل لهاي المراحل فممكن مستقبلا أنه أفقد مهنتي يعني، ويصير سائق اصطناعي ذكاء اصطناعي سائق سيارة سوق تروح تجي لحالها وحدها. وتعتمد التقنية على أخذ الأصوات وصناعة التقارير والفواصل منها وأي مادة ترغب الإدارة بتسجيلها، وذلك من خلال إدخال النصوص فقط. ويطالب بإلغاء المقاولة وإجراء مسابقة معمارية لإعداد تصميم جديد. هذا صوت منه؟ هذا مذيع حقيقي يعمل في راديو موصل تايم الذي يظهر دائما في نشرات الأخبار. وما زالت الجفوف والألغام تشكل تهديدا مستمرا في المناطق. هذا ذكاء اصطناعي. بهذه الطريقة حققنا إنتاج نشرات الأخبار، وبهذه الطريقة حققنا إنتاج محتوى إذاعي. هذا وتسعى الإدارة من خلال استخدام الذكاء إلى تقليل النفقات والميزانيات المالية بالاستغناء عن المذيعين باعتبارها تعتمد على التمويل الذاتي بحسب كلام القائمين عليها. ستستغني الإذاعة عن المذيعين خلال الفترة القادمة بسبب الذكاء الاصطناعي، ومن يدري ما الذي ستقدمه هذه التكنولوجيا للإعلام في المستقبل، ومن سيفقد عمله بسببها. من الموصل محمود الجماس، قناة التغيير.